وتتبعي قناة معرفة المختلفة تروازيم. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الإطلالة على الجناح من المتحف شلايسهايم المتواجد بألمانيا والمتعلق بالطائرات. كما ترون هذا هو المدخل للجناح الخاص بالطائرات. هنا غادي نطلع الفوق بعد ما ندير ندوز بالباس ديالي ونطلع ان شاء الله الفوق باش نشوف مجموعة من الطائرات المعروضة في هذا المتحف. يحتوي هذا المتحف على مجموعة كبيرة من الطائرات التاريخية والعسكرية والمدنية، بالإضافة إلى نماذج ومعدات متعلقة بالفضاء. وكما سترون المعروضات تتضمن طائرات نادرة من الحرب العالمية الأولى والثانية، والطائرات النفاثة الحديثة، وحتى طائرات شراعية. ويمكن هذا المتحف الزائر من مشاهدة الطائرات من قرب. كما يعرض المتحف تاريخ الطيران في ألمانيا، بما في ذلك تطور تكنولوجيا الطائرات وتأثير الطيران على الحرب والسلام. كما ترون عن بعد، هنا المكان الوحيد في العالم التي يمكن أن تجد فيه جنبا إلى جنب كل من طائرة لاكونكورد الفرنسية الإنجليزية وطائرة توبوليف 144 للاتحاد السوفيتي سابقا. والعروض التي تقام بما فيها العروض الطيران العسكري والمدني، إلى درجة أن بجانب هذا المتحف كاين الطريق السيار، وكانوا السيارات الناس يقفون لمشاهدة بعض العروض، فوقعت مجموعة من الحوادث اضطروا معه إلى تعلية سور المتحف لتفادي حوادث السير. كما أن هناك مجموعة من الطائرات من صنع روسي. كما يقيم هذا المتحف العديد من ورشات العمل التعليمية كما سوف نرى. في هذه الطائرة كما ترون المقاعد متواجدة فقط على اليمين، وأنا دائما أقصد دائما مركز القيادة، تنحاول دائما تخليه ونشوف. ولكن مع الأسف في هذه الطائرة لقيت الباب مقفل. درت واحد الإطلالة عن بعد ورجعت. اش من نوع من الطائرات هذه؟ اللي يعرفها يكتب عليا في التعاليق. ان شاء الله غادي نشوفوا ان شاء الله كل شيء. الطائرات اللي تشوفوا امامنا نشوفهم عن قرب، بما فيهم هذه الطائرة. ويقيم كذلك هذا المتحف عروض الطائرات في الهواء الطلق والمعارض الخاصة التي تستعرض جوانب محددة من تاريخ الطيران والفضاء. هذا المتحف يوفر تجربة رائعة لعشاق الطيران، ويعتبر مكانا مهما للتعرف على تاريخ الطيران في ألمانيا والعالم. الآن غادي ندخل لهاد الطائرة، الطائرة العملاقة المصنوعة في الاتحاد السوفيتي سابقا أي روسيا، حاليا هي طائرة توبوليف 144. هاد الطائرة التي كانت الطائرة الوحيدة في العالم مع طائرة لاكونكورد الأسرع من الصوت. غادي نديرو واحد الإطلالة عليها. ترون كما ترون في الصور تم تفكيكها والإتيان بها إلى هذا المعرض عبر السفن من روسيا. هذه الطائرة العملاقة
بالرغم من أن الشهرة ديالها أقل من شهرة لاكونكورد، إلا أن تحليقها الأول كان قبل تحليق لاكونكورد بأشهر قليلة، أي في شهر ديسمبر 1968. كاين الزوار هذا دائما تيجي حتى ما توقف خمسني نخدم دغيا نشوف السوق هذي تتعملي انايا بالاساس حتى هي مقفله بعد الطائره تلقاهم مفتوحين بعد الطائره تلقاهم مسدين بعد الطائره تلقاهم مفتوحين تلقى معاك في تما شي واحد يبقى يشرح لك الفيديو المقبل ان شاء الله تشوف واحد قيادة ديال الطائرات. هذا ولدي حيد هذا في الهبطة ما كدير هبط 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 لأنه كبيرة طلعنا دابا نهبطو طائرات راهم معلقين وميلين بأكثر من 45 درجة. المهم ناخذ فكرة هذه الطائرة تاريخية مشهورة جدا في مجال الطيران. أتمنى أن تستمتعوا بهذه الجولة وتأخذ فكرة على مجال الطيران كيف كان من قبل. الطائرة كانت معروفة في العالم، كانت مشهورة. الآن غادي نشوف الطائرة ديال لاكونكورد، طائرة تركب الفرنسية البريطانية التي هي أسرع من الصوت كذلك. وهاد الطائرتين بجوج راه عندهم واحد القصة، واحد تنافسية بيناتهم، ووقع واحد الحادث مشهور في العالم، وحتى الطريقة ديال التوقف ديالهم عن العمل راه حتى هي وجهة نظر. وهاد الطائرة ما اللي تنشوفوا الآن راه ما كانتش توقف إلا في بعض المطارات القليلة في العالم. دابا غادي نبقاو نمشيو من طائرة لطائرة من طائرة لطائرة حتى نكملوهم كاملين. هادي راه من الطائرات العملاقة. طبعا الحل هاد النوع من الطائرات الآن ما بقاش مستعمل، ولكن راه كانت هذه الطائرات من أكبر الطائرات في العالم. لاكونكورد راه كانت معروفة. أنا تنبغي ندير الجولة ديالي وما يكونوش ناس بزاف، يكونوا ناس قلال ولا ما يكون حتى شي واحد باش ناخد راحتي لا في التصوير لا تضطر باش ما تصورش الوجوه، تضطر باش تغير الوجه ديال الكاميرا. ان شاء الله شي مره نهضروا على هاد الطائرات، اذا كنتم ان شاء الله عندكم الاهتمام بمجال الطيران
حتى لا كونكور تشوف بان الطائره بدون ديل ذات واحد اللي عنده الجسم ديالها ضيق تجلس فيه 4 ديال المقاعد تتسع لاثنين ما بين 92 و100 و130 راكب. الجناح ديالها كما تشوفوا بحال الطائره الاخرى الروسيه هي ديرتها متدلي والانف ديالها كذلك متدلي لامكانيه رؤيه الهبوط. المهم كاين ما يتقال في هذا المجال ديال الطيران وخاصة بهاد الطائرات بجوج، الطائرة الروسية ديال الاتحاد السوفيتي والطائرة ديال لاكونكورد، وقع لهم واحد القصة بيناتهم في واحد المعرض وتحطمت هذيك الطائرة الروسية بعد ما طلعت الطائرة الأولى ديال لاكونكورد وزدت العرض ديالها أمام الناس مزيان، ومن بعد طلعت الطائرة ديال الاتحاد السوفيتي اللي هي طائرة توبوليف 144، وقع واحد الحادث مأساوي لأن كان جات واحد الطائرة حربية. المهم هذيك قصة مشوقة إن شاء الله نخليوها لشي مرة نعاودها لكم كيفاش وقعت. أتمنى هذا العرض ينال إعجاب ديالكم وإلى اللقاء في عرض مقبل إن شاء الله.